بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. الأوضاع في البلاد كما تتابعون، هناك تحسن في مساحات ومجالات، لكن هناك أيضا مشاكل وأمور وتحديات صعبة في مجالات أخرى. لا يزال البعض يحاول حقيقة أن يتعرض أو في الموضوع الأمني ويعطل مدارس ويقطع طرق، وإحنا ما نعتقد هذا إلى علاقة بمظاهرات سلمية تجري. المظاهرات السلمية محترمة، تعبر عن رأيها، تحمى، كل هذا الشيء جاري. حتى هذه القطوعات وهذه التجاوزات أيضا لو كان يراد استخدام قواعد الاشتباك معها لاختلف في الأمر، لكن هذول أبنائنا، وإحنا حريصين وحريصين أن الأوضاع لا تزداد تصعيد في البلد. البلد يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى تهدئة. كيف ممكن نصلح نظام وإحنا نعطل مدارس ونعطل جامعات؟ كيف ممكن أن نصلح نظام وإحنا نعطل مصالح الخاصة والعامة والوصول إلى الدوائر؟ ماذا ينفع هذا؟ في أي شيء ممكن أن يقود وأي هدف أن يقود؟ فنعتقد هذا عمل خارق خاطئ، يحاسب عليه القانون. والإجراءات اللي نسويها هي حقيقة رغم مطالبة الجمهور، الجمهور اليوم والرأي العام اليوم يطالب بإجراءات أشد، لكن القوات الأمنية ما تريد أن تدخل في سياقات يستخدم فيها العنف ويستخدم مع ذلك هناك جرحى، هناك ضحايا. هذا يحصل عندما تحصل أعمال تهديد بالمولوتوف وتحصل أعمال غلق وأعمال عنف وسكاكين وما أشبه. فهذا أمر يجب أن يتوقف، يجب أن يتوقف، وكل النداءات كل الضغوطات يجب أن تتوجه لإيقافها، لأن مآلاته غير صحيحة، مآلاته سلبية على من يقوم به وللبلد. والناس ضجرت من هذه الأوضاع، هناك فرق كبير في التعبير السلمي عن الرأي، وفرق كبير في استخدام العنف، وأنت تجيب مثلا أدوات لحيم وتغلق المدارس باللحيم. ليش إذا, إذا, إذا أنت مؤيد من الجمهور ومؤيد من الرأي العام، ليش أنت تقوم بحرمان الناس من الذهاب إلى المدارس؟ وليش تقطع حركة المواصلات حتى الناس ما تصل إلى مصالحها وإلى دوائرها ثم تقول الجمهور معي؟ هذا استخفال للناس، وهذا أمر غير صحيح، يجب أن يتوقف. البلد عانى ما عانى بالفترة الماضية، وعليه أن يسترجع هدوءه ونظامه حتى يعوض عن كثير من الخسائر اللي تعرض لها. اليوم 3 أشهر صار المدارس، قسم من المدارس ممدومة. طيب 3 أشهر شلون رح يؤدي برنامج؟ شلون رح نتقدم احنا بين الامم؟ وشلون رح نصلح نفسنا؟ واي عوائل ترضى هذا الوضع؟ وانتم شوفوا الان معظم المتظاهرين شباب مراهقين، ذولا ابنائنا، علينا ان نحرص عليهم. ما عندنا اي نظره متحيزه ضدهم غير نظره ابويه ان هذا خطا، هذا يوقعك في اخطاء خطيره. جامعات تغلق، طيب شنو مستوى الجامعات؟ كيف سنسير وننظم جامعات أفضل؟ وهو مطلب وطني كبير ومهم. فبالتالي هذا الأمر يجب أن يتوقف، خصوصاً الآن دخلنا إحنا في حالة إقليمية ودولية جداً صعبة ومعقدة. هناك قرار من مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية. إحنا بدأنا في فتح السياقات وفي الاتصالات وفي تنظيم هذه الرؤية وفي التشاور الوطني، وهذا يراد له جهد كبير. بالأمس مثلا صواريخ كاتيوشا تطلق على السفارة الأمريكية، أيضا هذا أمر مؤذي مؤلم غير صحيح. من يخول هذه الجهات بالتعرض لممثلية في العراق؟ هذا يحط من سمعة الدولة، هذا يسيء إلى العراق، هذا غير مقبول مهما كانت النوايا. في حالة المظاهرات يدعي نوايا سليمة، في هذه الحالة أيضا يدعي نوايا سليمة.
إما أكو دولة أو ما أكو دولة. الآن الدولة داخلة في سياق قانوني إجرائي في ترتيب هذه المسألة. طيب إطلاق صواريخ على ممثلية أجنبية هل هذا مفيد للعراق؟ أم تبقى الجهات سواء في المظاهرات أو في خارج المظاهرات أو في التعرض إلى القواعد جهات لا تعلن، والدولة هي اللي تصبح في وضع محرج مع الجميع، مع مواطنيها محرج، لأن المواطنين يطلبون الأمن، وأيضا محرج مع الدول الأخرى، الدول الأخرى في ضيافتنا. فأي اعتداء عليها واعتداء على الدولة العراقية هذا أمر مفهوم. اليوم إذا يعتدى على أي ممثلية من ممثلياتنا بالخارج هو اعتداء على الدولة المضيفة أنه علينا. هاي أمور سيادية. فمن يريد، من يدعي أنه يخدم العراق، عليه أولا أن يرعى مصلحة الدولة العراقية، وخصوصا في هذه الأوضاع. الحكومة قدمت استقالتها من حوالي شهرين، ونحن نطالب أن مجلس النواب والقوى السياسية تقدم مرشحين جدد حتى تسلم المهام وتسلم المسؤوليات إلى الحكومة الجديدة بكل انسيابية وبسلاسة، ونستطيع أن نعود إلى أوضاع حكومة كاملة الصلاحيات. إلى حد الآن لم يجري شيء، وكأنما ما دام الحكومة موجودة فالآخرين لا يريدون تحمل المسؤولية، واجبهم يتحملون مسؤولية. أي تحمل المسؤولية قد يكون ببعض الأمور السلبية أو الضارة، عليهم يتحملون الكلف كما تتحمل هذه الحكومة وتحملت الكلف. أما بدون هذا الشيء دائما البقاء جانب والبحث عن حلول كاملة 100% وتحميل الآخرين كل المسؤوليات، هذا حقيقة أمام الله، أمام الضمير، أمام الشعب، أمام النفس أيضا شيء خطير غير صحيح. عندنا الآن موضوع الموازنة، عندنا موضوع انسحاب القوات، عندنا موضوع الأمن، عندنا موضوع الاقتصاد، عندنا مواضيع شائكة ومعقدة وكبيرة. يرات دولة قوية وحكومة قوية بهذا الوضع، هذا غير صحيح، هذا غير مقبول، لا يمكن أن نقبل به. ودائما نصر ونصر ونصر أن يجدون حل إلى هذه المسائل. لذلك نداءنا حقيقة إلى الجميع هو أن أولا احترام سيادة العراق واحترام استقلاله. احنا قرار مجلس النواب قرار نلتزم به ونجري نضع السياقات لتطبيقه، في محاولة أيضا تطبيق هذا القرار من جهة والحفاظ على صداقاتنا من جهة أخرى. فكل شيء هو بالحوار وكل شيء هو بالتفاوض حتى نضع أفضل الترتيبات كيف نحمي هذه السيادة وكيف نحمي أمننا واستقلاليتنا. أيضا أمننا الداخلي مربوط بالأمن والهدوء وانصياع الجميع للقانون وضبط النفس وعدم الذهاب إلى أعمال تعرض أمن البلد إلى الخطر وتعرض أمن المواطنين إلى الخطر وتعرض المصالح إلى الخطر. منهجنا في هذا الأمر منهج واضح وصريح، وأريد نستمر بهذا المسار. شكرا جزيلا لهذه المقدمة حتى نبدأ ونعالج بقية موضوعات جدول الأعمال.